مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة إثو بمحافظة أسوان ليلة أمس احتفالية دينية بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان بحضور علماء الأزهر والأوقاف بمركز إثو وجمع كبير من المواطنين، نتابع مع حضراتكم. في إطار الاحتفال بليلة النصف من شعبان، تم تنظيم احتفالية دينية بمسجد علي بن أبي طالب بمدينة إثو بمحافظة أسوان بحضور علماء الأوقاف والأزهر الشريف وجمع غفير من المواطنين. هذا وقد اختتمت الاحتفالية بالمدائح النبوية والابتهالات الدينية بمشاركة الحاضرين. من مسجد علي بن أبي طالب بمدينة إدفو بمحافظة أسوان لأخبار